مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير. كي العادة معكم الشيف أمين في قناة نهار تي في دي من الساعة الثالثة للساعة الرابعة مباشرة. نعملوا معكم وصفات شابين سهلين مهلين وأيضا يحبوهم الدراري الصغار. راحين نبداو معكم لي كروكات دو بوم دو تيغ، راحين نخدموهم اون غاليت، راحين نخدموا فطائر البطاطا يعني إكرازي اللي كيش يقولوا نكرازيوها يعني باش نخدموها هكذا بهذا الشكل. راحين نخدموها باللحم المفروم. عندنا الطبق الثاني راحين نخدموا غراتان الزروديه بالدجاج المفروم ايضا والزيتون، وراحين نخدموا التحليه ان فلون باريزيان بلا نوازيت، راحين نخدموه بالكسري دو نوازيت وبلا نوازيت طوريفيي ومرحيه. الوصفه الاولى راحين نخدموا كالتالي، عندنا ريتلا نتاع بيشاميل نخدموها بمارغارين طارتينا، 100 غرام مارغارين طارتينا، 100 غرام نتاع فارينا، وايضا عندكم ريتلا نتاع الحليب، شويه جوز طيب، شويه ملح باش هكذا تعطروا لا كريم ولا لاصوص بيشاميل تاعكم. عندنا ايضا هذه في الوصفه الثانيه، اسمحوا لي، عندنا اللي هي الكراتان اللي راحين نخدموا بها، هي الوصفه الاولى. عندنا حوالي رطل نتاع زروديه قطعناها بهذا الشكل وحطيناها طيب بعقلها. عندنا ايضا حوالي 500 غرام نتاع الدجاج المفروم اللي قليناه كاريمون بزبدة الطارتينا بالبصل، درنا له شويه ملح شويه فلفل كحل وخليناه دو كوتي. بيان سور عندنا الجبن المبشور 300 غرام وعندنا شويه نتاع المعدنوس. دونك الحاجه الاولانيه اللي نديروها باش نبداو يعني نتحركوا رابيدمون ويكفينا الوقت باش نخدموا معاكم كاع الوصفات، نروحوا ناخذوا كاريمون الجزر تاعنا نحطوه بهاد الكيفيه هاديه ونزيدوا معاه اللحم تاعنا. دونك سي تري سامبل، تاخذوا اللحم المفروم طيبوه كاريمون واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق في المرميطه تاعكم وتخلوا له الماء تاعو. شفتوا كيفاش الماء تاعو حبط؟ لازم تخلوا له الماء تاعو، سي تري امبورطون، لانه من بعد كي نبداو عمليه الخلط راح يعاود يابسوربيه وراح لي سيك هذوك راحين يبقاو لنا في وسمو في لا ستركتور تاعنا. دونك ناخذوا لهنا ملعقه كيما راكم تشوفوا نحطوها ونبداو نخلطوا لي دو زانغريديون مع بعضهم. دونك كلش يتخلط مع بعضه، ماهمش راح نحطوا طبقه بطبقه. فوالا بهاد الكيفيه هاديه، فوالا تبعوني مليح كيما راكم تشوفوا راح يطيب. هنايا ديريكتومون نروحو ناخذو ان بلا افور ونحطو فيه كاريمون لو غراتان تاعنا. طري سامبل، طري طري زيفيكاس، ويعني دراري يحبوه بزاف هاد النوع من الكراتان، يحبوه بزاف دراري صغار. فوالا نحطوه نحكموه نخليوه هكذا. شفتوا كي بدينا نخدمو كيفاش عاود الماء هذاك عاود تشرب كاع عن طريق الزروديه لانها اسفنجيه، وايضا الدجاج ايضا يعاود يرفد كل المقادير تاعو. هنايا ناخذو الزيتون نتاعنا الاخضر كيما راكم تشوفوا، نديروه بهذا الشكل هذايا نحطوه هكذا باش نعطوا له نكهه مليحه. ناخذو شويه تاع معدنوس ايضا نديروها من الفوق بهذا الشكل غير شويه، وناخذوا صلصه البيشاميل تاعنا ونحطوها بهذا الشكل هدايا ونخلوها تمشي في كل البلا نتاعنا نتاع الكراتان. فوالا نحطوها هكذا بهذا الشكل حتى تحبط كومبلي. اللي تبقى لنا نزيدو نمشوها بهذه الطريقه هذه ونخلوها تحبط، ودرناها في الويت شويه باش تقدر تدخل لو فون نتاع لو كراتان تاعنا بهذه الطريقه. شوف شرانا نديرو، نفتحوا لها ونخلو لها يعني باش تدخل لداخل هاد لو غراتان نتاعنا. فوالا بهذا الشكل، من بعد نيغاليزيو باش يكون في كل جهه بنفس المقدار. فوالا فوالا بهذا الشكل هذايا، ونغموه هكذا نحكمو لو فروماج غرويير تاعنا حوالي 300 غرام ونحطوها بهذا الشكل على كاع لا سيرفاس تاعنا اللي راحين نخدمو بها لو غراتان تاعنا هذايا. فوالا ونمشيوها بهذا الشكل هذا. فوالا ناخذو اللي بقى لنا هكذا طحنا، نزيدو نكملوه لهنايا، ناخذو لو بلا تاعنا ونحطوه في الفرن ونخليوه يطيب بعقلو حوالي 20 الى 25 دقيقه. دونك نيطوايو لو بلون دو طرافاي تاعنا باش نروحو الى الوصفه تاعنا الثانيه. الوصفه الثانيه راحين نروحو كاريمون نخدمو التحليه، التحليه نحوها متريق باش تعطوها الوقت تاعنا تخدم، واللي هي لو فلون باريزيان بلا نوازيت. راحين نخدموه بالبندق اليوم، ما على باليش اليوم والبارح حكمت لي على البندق ما شاء الله.
هو مليح من نوع من انواع ليزاراشيد غني كثير بالاوميغا 3 وبه اللي تقدروا تخدموهم جايين ايامات ان شاء الله في رمضان هدايا ولا طوالة العمر راح ندير لكم لافري روسيت نتاع لو شوكولا اطارتيني بالبندق. انتم راكم تشريو بزاف كاين واحد الماركه معروفه يحطوا يخدموها بالبندق، راح نوري لكم ان من المستحسن انكم تخدموا بها تخدموها في المنازل بالبندق والشوكولاته لو لافري شوكولا اطارتيني. دونك الحاجه اللي نديروها دوكا نروحوا ناخذوا ان سوكل ونخدموا بلي زانغريديون تاعنا نتاع هاد الوصفه هاديه. الو نسحقوا ريت الحليب 4 حبات بيض 300 غرام تاع سكر 60 غرام تاع مايزينا ونسحقوا ليكستري نتاع ليكستري شويه نتاع البندق ونسحقوا البندق مرحي فوالا. دونك ناخذوا لهنايا دونك شتو ما درناش الفانيلا في هذه الوصفه ما خدمناش بالفانيلا خدمنا بالبندق. دونك نروحوا ناخذوا خلاط نحكموا الحليب تاعنا فوالا بهذا الشكل هذايا ونديروا نص ريتلا لهنايا تبعوني مليح نص ريتلا لهنا نص ريتلا الاخرى نحطوها فوق النار ونشعلوا عليها ونخلوها بعقلها الطيب دونك تسخن بليتو سامحوني فوالا شعلوا لها النار هكذا بهذا الشكل هذا ونخلوها بعقلها تسخن. هنايا ناخذوا البيض تاعنا بالحبه ندخلوا 4 حبات لداخل نسحقوهم لهاد التحليه تحليه هايله مليحه في رمضان ما شاء الله. بيان سور هاد لو فلون باتيسي فاش راح نحطوه راح نحطوه سور ان فون دو طارت لو فون دو طارت اللي نخدموه بالعجينه المكسره. العجينه المكسره باش نخدموها يا ناس الخير تري سامبل العجينه المكسره تتخدم فوالا نزيدو السكر لهنايا اللي بقى. العجينه المكسره تخدم 500 غرام نتاع فارينا وايضا 250 غرام نتاع مارغارين طارتينا. عندكم حبه بيض عندكم قرصه ملح عندكم 100 غرام نتاع سكر باش نعطولها شويه حلاوه وعندكم ايضا 4 كاس تاع الماء باش طموه بها فوالا. ناخذوا لهنايا البيض تاعنا نبداو ندخلو فيه نحركوه بهذا الشكل هذايا حتى يدخل مع بعضه فوالا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام واش راكم؟ لاباس خويا والحمد لله. واش راكي اختي؟ صافا بخير صحتك والله غير الحمد ربي كي تكوني مليحه راني مليح الحمد لله الله يهنيك والله غير الحمد لله ربي يحفظك ان شاء الله يا درا وانت يا لاباس خويا والله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب. على ما اظن اخي امن على ما اظن مستقبل المكالمات ماشي تاع مداري هذا واحد اخر واحد اخر بدلنا اليوم راح ربو عرفت عمر لابواتي عرفت بلي ماشي هو صح كاع هايلين كاع هايلين كاع هايلين كاع هايلين. واش راكي خديجه؟ صافا خويا قلت لك خديجه خديجه معايا ياك ايه خديجه خديجه يا خديجه اختيتو واش راكي؟ ايه صافا هذه يومين راه غالب حكمتكم بصح البارح راه نبلغوا لك السلام ولو البارح بلغوا لك السلام اسمعي ما تحضريش معانا يبلغوا لك السلام راكي حاضره بلغت لك سلام فله مسكي كدا وبلغت لك سلام ام رفيق من 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 كالما انا هذاك انا هذاك لو مومو كنت منقفه التلفزيون ونعيط ونعاود ونعيط والله العظيم غير بلغوا لك سلامي مالاتك ما شاء الله. مرحبا المهم مرحبا بتلاهم سلام نعاود لهم كامل السلام الام راشد ربي يحفظكم ام الاسد ام زكريا كامل هاد ربي, ربي يحفظكم ربي يحفظكم اخي امين. بالنسبه للغسالة تاع دو بانديتيس اه العسيره ندير في المغارف كبار ولا تاع قهوه؟ وشنو تاع واه تاع لي زيبيس؟ العسيله 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 ثلاث مغارف كبار تاع ماكله تاع ماكله وندير سكر ثاني نعم السكر ثاني ندير بيان سور ديري السكر السكر عندك السكر عندك كيله كيله تاعك تكيليها بالكاس راني حافظه لا غوسيس ربع حبات بيض كيله اكزاكتومون كيله دهان كيله دهان طافينا كيله حليب ايه كيله فرينا بارك الله فيك والخميره الكيميائيه وحده برك وحده برك تاع الخميره الكيميائيه والسك والعسل ديري ثلاث مغارف ولافاني ما نديرش لافاني ما ديريش باسكو راح ديري لي زيبيس لي زيبيس عندك حبه حلاوه وعندك حبه حبه البسباس هادو كاع راح يمدوا ما شاء الله لودر دونك لافاني راح تتغطى لك تغطى على هادوك اكزاكتومون اكزاكتومون. المهم انا يومين ما درت معاكم حسيت كلي خافني حاجه اخي امين والله حتى اللي تعبت وحطيت التليفون ما قدرتش نحكم معليش معليش انتوكا يسلموا عليك بزاف بزاف ها تسلم
أنا سلم عليهم أو في البرنامج أختي فلا أختي أم زكريا أم ربي يحفظك. واحد الأخت واحد الأخت ثاني ما ننساهاش يا ربي اللي توفى زوجها مسكينة ربي يرحمها من مروانة من مروانة نعطوا لها تحية خاصة من هذا البرنامج يقول هي ثاني وفية البرنامج وصديقة البرنامج ما شاء الله عليها. على بالي تكون عندها إن شاء الله ربي يقدرها على هذا إن شاء الله إن شاء الله وربي لا لا ربي ربي سبحانه عز وجل يقول لك ما تغلق باب حتى ربي يحلك عشرة عشرة وربي عمره ما يغلق الباب يقول لك كاين واحد يقول لك ما يغلق ربي عليك باب حاشا لله ربي ما يغلقش الباب حاشا لله اللي يغلق اللي يغلق الباب الشيطان هو غير يغلق الباب ربي يحلك عشرة عشرة ايه ربي ربي بيبان كامل مفتوحين بارك الله فيك ربي يحفظك ان شاء الله امين نقول لك ربي يعاونك ربي يسترك اختيتو فرحت كي سمعت صوتك الله يسلمك انا فرحت كي سمعت صوتك ربي يخليك يوميا ربي يحفظك وسلم الاخوات اللي تفكروني يسلموا عليك ربي يحفظك ان شاء الله وكاع ليكيب راه يسلم عليك حتى عبد القادر راه يسلم عليك عبد القادر تما اخي وي لازم يحب ياكل ياكل يحب يدوق ربي يحفظه ربي يحفظه ان شاء الله وثانيه ثاني ربي اي معايا راه يسمع فيك ربي يحفظك راني شريت اخي امين راني شريت ماكارين طاسينه انا نخدم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظكم بالاخت بارك الله فيك امين وربي ربي يخليك ان شاء الله اختيتو تلقاي الخير عاودينا ماشي من اليوم بيان سي غنعاودك ان شاء الله غير كان صح اختي ولا ما حكمتيناش نجو نجيبوك من وهران ديريكت ربي يحفظك ربي يحفظك اختيتو تهلاي لي في روحك بزاف وعليكم السلام ورحمه الله تعالى بارك الله فيك ربي يخليك اختي فوالا خديجه جولد ذهب في ذهب بالخالص ربي يحفظك ان شاء الله فوالا دونك كنا درنا كنت نهضر مع اختي خديجه ربع حبات بدريت الحليب سكر درناه مع الحليب اللي حطيناه لهنايا يسخن خلطنا الحليب والبيض زدنا مارمينا المسحوق تاع الوسمو الاكسخي نتاع البندق ولا لانوازيت من بعد زدنا درنا لانوازيت شويه هذيك اللي كنا رحيناها زدنا حطيناها معاهم ورانا نخلطوا فوق النار هكذا باش تعطينا اون تيكستور بيان سور لي 40 غرام تاع او 60 غرام تاع المايزينا ونقعدوا نحركوا بهذا الشكل هذا يا شوفوا الحليب راه حكم لاكولور تاع لانوازيت حكمها مليح مليح لاكولور تاع لانوازيت ونقعدوا نحركوا فيها هكذا من بعد نروحوا نجيبوا قلت لكم انا كنت خدمنا كنا خدمنا لهنايا العجينه تاعنا المكسره كنا خدمناها دوك نحكموها غير هكذا برك ونحطوها بهذا الشكل نخلوها يعني تشد روحها بيان هنايا نروحوا ناخذوا الحلال ونيغاليزيوها الو 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 سلام عليكم سلام ورحمه الله واش راكي والله الحمد لله تمام بخير امي ما واش راكي الله يسلمك يحفظك ربي يخليك والله غير الحمد لله عز وجل كل عام وانتم انا بخير ان شاء الله نقول كل عام وانتم ثاني بخير معنا ان شاء الله ان شاء الله ربي بلا بكم احنا ما كاسه والله البلاد واقفه برجالها ان شاء الله وي ونساها ايضا ربي يحفظك ربي يحفظك احنا كي نشوفوا رجالاتنا وولادنا زاهيين هذاك هو العيد تاعنا بارك الله فيك ربي يحفظك لامي ما ربي يحفظك والله يسخر في هذا البرنامج ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك ويسترك ويسجدك على الوصفات نشكرك على الورق ربي يخليك ربي يخليك والله الله يزيد ويبارك في هذا البرنامج ما شاء الله ربي يخليك لامي ما شاء الله والله اكل منوع ما شاء الله ربي يسجدك اميمتي بيكم انتوما بيكم انتوما بيكم انتوما لميمة شهيتنا مع رمضان شهيتنا مع رمضان قريب رمضان سكتي برك مدى بينا والله لا يعطيك الصحة ربي يخليك برمضان الوصفات لازم 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 باش ما نكونوش تانيك نخسروا جيوبنا نخسروا كامل حاجة لازم واحد يروح لها غير بالعقل برك بنادم يجرب برمضان خير بيان سير بيان سير حنا شوفي الوصفات يعطيك الصحة يا لميمة يا لميمة يا العزيزة يا العميرة تاعنا اسمعيني مليح شوفي ليليا حنا هادوما الوصفات دائما نديروهم يعني بمقادير سهله
وما تكلفش والنجاح تاعها يكون 100%. سي تري امبورطون باسكو بزاف كاين الناس مساكن اللي يقول لك لو كان تعطيني هنايا دي زانغريديون غاليين وما نقدروش عليهم وكذا وكذا وكذا، من بعد ما يشريش ما يسييش ميم با، وحنا رانا حابين الناس يسيو. ما شاء الله جربناهم وناجحين. ربي يخليك لميمه، ربي يخليك، ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. عندي غير الرساله حبيت نبلغها الا كان ممكن. تفضلي بيان سور. الله يزيد فضلك، الله يزيد فضلك، والله نشكركم على هذا البرنامج اللي عطانا هذه الفرصه. ربي يحفظك. عندي الام تاع الزوج ديالي كبيره مسكينه وراها متوحشه ولدها. شكون هادي؟ عيينا نتصلوا به وما حكمناش، راها طالبه يجي غير يجي تشوفه ويمشي يعاود العمل ديالو. وين راها؟ وين راها يخدم؟ راه في الغربه، راه في الغربه عنده العمل ديالو في الغربه. ايه راك في فرنسا؟ وين في الغربه؟ في الماريكان. ايه بعيد بزاف الماريكان. بعيد بس على متوحشاتو بزاف. عينا بصح شوفي حنايا واش نديرو، شوفي سمعيني مليح واش راح نقول لك يا خيك. والله راها طالبه تشوفو، راها مريضه بزاف، راها طالبه تشوفو. اسمعي يا خيك، على بالك ربي سبحانه عز وجل يسخر كل شيء، وهذا بهذا. حنا واش نديرو من صميم من القلب. هذا البرنامج بالك يسمعنا. بارك الله فيك. الور واسمو؟ اسمه مصطفى. مصطفى كيفاه؟ عزوز مصطفى. واسمو؟ عزوز مصطفى. خويا عزوز مصطفى من ولايه تلمسان، ويلا راك تشوف فينا ولا راك تسمع فينا. الام ديالو كيسمها الزهره. امك خالتي الزهره راهي طالبه تشوفك وراهي مريضه مسكينه، ما تخليهاش محروقه قلبها وما تخليهاش غير يخلي العمل ديالو ويجي غير تشوفه ويعاود يمشي. خليه لو كان نهار سيريا امريكان، نهار انت جيت وعاود وليت سيريا امريكان. انا اقول لك سيريا امريكان هي عنده شويه صعيبه باش يوصل لهنا، عنده صعيبه بصح الله غالب. ماشي صعيبه، ماشي صعيبه، ربي سبحانه عز وجل يسخر له، غير ما تخافيش. ربي سبحانه فوق كل شيء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والله ما نكذبش عليك، توحشاته بزاف وراها شافتنا بزاف. خلاص باذن الله يا رب العالمين ويكون يسمع فينا الاخ مصطفى عزوز. اللي راهي يتفرج معنا في هذا البرنامج يدعو لهذه الام الجمره تاعها تبرد على ولدها ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله، ان شاء الله ربي يقدر وتشوفه ان شاء الله يا رب العالمين. وبارك الله فيك اللي عطيتنا هذه الفرصه وتكلمنا فيها. فيك بارك ربي يحفظك لميمه وربي يسجيك ان شاء الله. الله يسخر لك الوالده وكل عام احنا نساء نطلبوا كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ربي يحفظك، ربي يحفظك لميمه، ربي يسجيك ان شاء الله. ربي يخليك، ربي يخليك، ربي يخليك ان شاء الله. بارك الله فيك، ربي يحفظك. هي تبارك الوالده وكل عام وهي بخير ان شاء الله. ربي يحفظك، يتسمع فيك. الله يسلمك، ربي يحفظك ويحفظها لك. ربي يخليك وإياك مع البنات ثاني، ويحفظكم ليا ثاني انتوما، انتوما ثاني راكم اهلي. والله راه حناك حتى ما نكشوكش وما نحكموكش، احنا كل يوم يوميا معاك. ربي يخليك، ربي يخليك، احنا ندعموك مع اولادنا مع الزوج مع كامل. ربي يخليك لميمه، ربي يخليك، ربي يحفظك ويسجيك. الله يكثر من سالك. ان شاء الله ميمتي، ان شاء الله ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. ربي يخليك، ربي يخليك، ربي يخليك لميمه، ربي يخليك، ربي يخليك لامي. ما كاش اقوى من هاد لو ميساج هدايا اللي بعثاته الام مسكينه باش تشوف ابنها مصطفى عزوز. ولا راك تشوف فينا ولا راك تسمع فينا، الناس اللي راهي تسمع فينا وتعرفوا وعندها لو كونتاكت تاعو في امريكا عايش، خويا نهار ولا يومين وانتايا طفيت الجمره تاع الام تاعك يا خويا، كونك زعيم واروح شوف الام تاعك، هذا واجب. خلي كاع واش عندك، خلي كاع واش عندك وحبط شوف الام تاعك يا لو كان يومين وراي مريضه. ربي ان شاء الله يا ارحم الراحمين. الناس نقولوا اللي عنده اتصال معه ولا يعرفه يحوس عليه ويقول له ولا علا وعسى ربي ان شاء الله تلحق له هذا الميساج ويحبط يشوف الام تاعو يا ارحم الراحمين. دونك هنايا نبداو في الوصفه الثالثه، لكن قبل الوصفه فاصل ونواصل. البطاطا درنا لها زوج حبات بيض، بطاطا مسلوقه فوالا هذه اللي كنت نحوس عليها وقبيلات وراحت لي. بطاطا مسلوقه ويعني زدنا رحيناها عبزناها بالفرشيطه ولا بحاجه اللي عندكم، زيدوا زوج حبات بيض. تاخذوا لهنايا حوالي زوج ملاعق كبار تاع الفارينه، تبعوني مليح، ديروهم بهذا الشكل هكذا تحطوهم فوالا ودخلوهم لداخل لا بوم دو تير تاعكم. البقيه اللي تبقى راح تخدموها بيدكم، دوك تشوفوا كيفاش راح نخدموها.
يعني نديروها لليد باش هكذا اليد تترمد مليح وتقدر ترفد هاد الكميه تاع لا بوم دو تيل تاع البطاطا. فوالا نحيوها هكذا، ناخذوا لهنايا ملعقه، تبعوني مليح، نحطوا البطاطا من هنايا تانيك ايضا، تبعوني كيفاش نخدمه ونجيبوا لهنايا. كونوا شعلنا النار على الزيت تاعنا، ناخذوا لا فارين تاعنا، شوفوا مليح كيفاش حلوها مليح. ناخذوا لهنايا يدنا بهكذا بالفارينه كيما راكم تشوفوا، ونحكموا يعني شويه تاع لا فارين هكذا، ونفتحوها بهذا الشكل هذايا. تبعوني، ناخذوا شويه تاع الوسمو تاع فوالا، دائما يدكم فيها، قلت لكم دائما يدكم تكون فيها شويه تاع الفارينه. ناخذوا شويه تاع اللحم المفروم ونفتحوها من بعد بهذا الشكل هذايا. تبعوني مليح، نفتحوها بهذا الشكل، ناخذوها ونحطوها كاريمو طيب لداخل الزيت تاعنا. دونك زيدوا نكرروا العمليه. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راكي اختي؟ لاباس؟ طقم تاع النهار والله غير راهم مسلمين عليك اختي. واش راكي وانت؟ يا صحه على اللي غصت لك، دير روعه كاع. ربي يحفظك، ربي يحفظك، ربي يحفظك ويسديك. ربي يحفظك كاع، راني نسيهم. ربي يحفظك ويسديك ان شاء الله. بارك الله فيك، ربي يخليك. وراني من محبين تيكور بابين كيما انت. شوفي، تحبي تيكور بابين نحبك، هذه هي سهله، هذه سهله مهله. تحبي تيكور بابين حبك، اللي يقولوا تيكور بابين يخزر فيا بنصعين، اش بيكم؟ قلت لهم اوه صحه بارك الله، ربي يحفظك. هذاك النهار كي درتهم سيت نشدك ما قدرتش. ايه عندي اون غوسيت انفاموني كانت ديرها قديمه. ايه اون اوتر فاسون، مانيش عارفه ولا تعرفها ولا ما تعرفهاش، نقولها لك. ايه بيان سور، تفضلي يا خا. شوف كنت ديرها انا الدوزيام جور تاع العيد الكبير، كيكون اللحم بزاف. الله الله، ديرها في المصران تاع تاع الكبش. وديرها في الدواره، الدواره تقسمها اون دو. هذيك لاباط اللي شغل الدقيق هذاك اللي يكون موجد ومخدوم ومدوزن، ديروا لداخل، زيد له شويه الشحمه الحاريته. لاصوص تاعها ديرها بالخرشف واللفت والحميصه، وتكثر لها اللحم. الله الله، وتعمر هذوك الاخرين وتخيطهم وتتقبهم. وترجعهم للقدره، تخليهم يطيبوا بيان. اون فوا يطيبوا تخرجهم، تنحي لهم هذيك الجلده اللي من الفوق. وتقطعهم شغل دي روندير كيما الكاشير، كيما بودا تاع الكاشير. الله الله، ومن بعد تسقي عليهم. شوف نقول لك الذوق تاعو لا مثيل له. ما شاء الله، هايل. ما شاء الله، ما شاء الله، ربي يحفظك. ما تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ الله اعلم. والله ما نعرفها، والله غير راكي وريتي، والله غير انتي اللي وريتيني العفسه، وباذن الله نديروها ان شاء الله يا ربي. شوف بنينه، بنينه ما تقدرش تصور البنه تاعها، ما تقدرش تصورها، تكون طيبه في اللحم. الله الله، ما شاء الله. وطيبه داخل الكرشه وداخل المصاري. البنه تاعها تجي بزاف مليحه. ديجا 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 تيكور بابين بنت عظيمه، انا يا ليا بنت عظيمه. كي تطيب باللحم بزاف، فيها دي مورسو تاع اللحم. وي يجي. جيب لنا كبيرة، جيب لنا بزاف، صح صح صح، في هذه عندك الحق، صح تجيب لنا ما شاء الله. وعندي استوس اللي حبيتوا تستادوا منه بالتجربة. يعني كاع المشاهدين يستادوا منه. بيان سور، تفضلي. احنا كامل بطبيعتنا نقطعوا نقطعوا الثوم بالموس. وتقعد هذيك الريحة ماشي فاسيلمون تروح في اليدين. نعم. فوالا، شوف اون فوا تقطع بالموس، شغل هذاك الموس اللي قطعت به تكون كملت. تبدا تشلل تحت العين، تشلل يديك والموس، شغل تشوف خوت. تحك دير عامل الاحتكاك. المعدن مع اليدين، شغل تنحى توت سويت. بارك الله فيك. تخلص. لو كان دوك تسييها تنجح. ربي يحفظك ان شاء الله. شغل انت راك تشلل في الموس وتحك فيه. سبحان يديك الله. يديك تنحى منه الريحه تاع الثوم. سبحان الله. هذه. ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظك. انوتر استوس. تفضلي. بيان سور. هذا اسمح لي. شوف لوغ. شوف لوغ. كي نغليوه في الماء عنده ريحه قاسحه بزاف. يمد ريحه قاسحه. انسيبورتابل. باش نقصوا من هذيك الريحه، تنقص بزاف بزاف. قبل ما نطيبوه نديروه في الماء، نحطوه في الماء. نشمخوه. إذا كان ليله. يا ساعتين ثلاثه تصحى. لو كان اون وي ديريكتومون. فوالا، زعما غدوه حنطيبو نديرو في الليل نشمو. نعم. في باسينه تاع الماء. نعم. غدوه من داك تلقى هذاك الماء
ما تقدرش تشمو تما ديك الريحه كاع تخرج. بصح الريحه تخرج من موسمه ما تبقاش. ايه تخرج كامل تولي في هذاك الماء. ايه ما شاء الله. هذاك الماء اللي يولي انسبورتابل ما تقدرش تشمو. ولا تقدري ديري الفارينه في الماء كي تكوني راح طيبه. تقدري هذاك باش ما تشمكيش. ايه مص ايه مص. تقدري ديري الفارينه الفا ابسوربي كاع هذيك الريحه تبقى لداخل الماء وما تريحش. ايه. صح هكذا بلو افيكاس هكذا تتنحى كامل. العامة تروح كاع صح عندك الحق عندك الحق. دونك الناس اللي راهم يسمعوا فينا واللي حاب يخدم شي فلور ويخاف الريحة تاعو ما عليه غير يبيتو في الماء وغدوة من ذاك يطيبوا. فوالا برافو عليك برافو 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 عليك بارك الله فيك ربي يحفظك. أنا اللي كنت دومونديتك الشربة تاع الشاوية وما درتها هذاك النهار على بالي بلي لا درتها. لا عاودتها درتها دو فوا. أنا شفتها حوت في يوتيوب ما لقيتش والله ما لا تلقاها في الطيب ما حطيتوهاش حوست كاع الله أعلم. شوفي نقول لك واحد الحاجة باش هكذا نيفيتي ورمضان وجاية وجاي هبة هاد اليامات نديروها نستفتحوا بها رمضان ونهديوها لك ليك. بارك الله فيك يا بارك ربي يحفظك ربي يعيشك ربي يعيشك ينور لك طريقك ويخليك ربي يعيشك ان شاء الله وربي يحفظك يكثر بي مثالك ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. ونقول لك بارك الله فيك على هاد لي زاستيس هادوما الحيل والعفايس هادوما الملاح وربي يسترك ان شاء الله. يسلمك وسلم عليهم كامل يبلغ يسمع فيك راهم يسمعوا فيك راهم يسمعوا فيك وفيك بركه ربي يخليك ربي يخليك ويحفظك الى اللقاء واياك ربي يخليك ان شاء الله ما شاء الله عليك ربي يحفظك ان شاء الله. كل ناس باب الواد تحيه خالصه من عند الشيف امين. دونك هنايا نروحوا نجيبوا عفسه باش نحطوا فيها. دونك نجيبوا اون اسيات كاريمون كبيره تكون نحطوا فيها بيان سور كوتكس ناخذوا فيها الوسمو تاعنا ونحطوه هكذا باش نحطو فوقها ونخلوها بالعقل الابسورب كاع الوسمو تاعنا. دونك هنايا نبداو ندورو فيها بيان سور. شوفوا جهه طابت ناخذوها على الجهه الدوزيام نزيدو نشوفوا الجهه هذه طابت ناخذوها على الجهه الدوزيام وايضا هنايا نزيدو نخلوها شويه مازال هذه مازال شويه. دونك نروحوا لها غير بالعقل نزيدو نخدموا اللي بقاو لنا نكملوهم ونيطوايو لو بلون دو طرافاي تاعنا. دونك شتو كيفاش الخدمه توجور يديكم او ميم طون ترمدو او ميم طون باش هكذا تقدر تحكم لكم لا بول تاعكم. فوالا ناخذو اون بول هكذا عادي ونرمدوها كاريمون بيدنا ديجا مرمده نورمالمون ونزيدو نرمدوها بهذا الشكل هذايا. فوالا كيما راكم تشوفوا سيدي كروكات شابين ملاح خاصه كي تكونوا هكذا على 12 دراري يجوا من المسيد ولا تقدروا تعطوا لهم هذا النوع من الاكلات ما شاء الله يحبوهم. راكم تعرفوا الدراري تاعنا كيفاش يحبوا توسكي فيه هكذا محشي وقليان وكاع. دونك فوز اسوسي لي دو ا لا فوا فوالا ونقعدوا نديروا فيهم هكذا بهذا الشكل ونحطوهم هكذا. تقدروا تحلوهم كيما فتحت انايا ولا تقدروا تخدموها عادي. دونك هنا نبدلوا هذه نعاودوا ندوروها نقلبوها نخلوها طيب بعقلها على الجهه الثانيه تاعها ونزيدوا حبيبه. هيا نزيدوا حبيبه ونروحوا نخدموا لو بلون دو طرافاي تاعنا باش نبداو لو دريساج فينال تاعنا نتاع لي بلا اللي رانا نخدمو فيهم. فوالا نزيدو هادي الاخرانية ما شاء الله ونحلوها بهاد الشكل هذايا. فوالا ونحلوها ونحطو لداخل هكذا نغلقوها ونعاودو اون لا فيرم ونزيدو نديرو ايضا دائما فيها من الداخل نديرو الفارينة باش تشدها. الو الو شلغوم العيد من ولاية ميلا الكلمة انقطعت. أنا هاد المكالمة جاب لي ربي على بالي شكون عيط لي جاب لي ربي والله أعلم ولا ما خفتش نكذب الشاف ابتسام. الشاف ابتسام عاودينا ولا انتيا ولا ماشي انتيا نقول لك ربي يحفظك وربي يخليك وربي صونك وربي يسترك إن شاء الله. يا من احسن شيفان الجزائر اللي تعرفت بهم اطباق ما شاء الله جوده عاليه في الطهي ما شاء الله ودو شخصيه قويه جدا جدا جدا. ربي يحفظك وتروحي بعيد تلحقي حتى الماريكان ربي يخليك ان شاء الله. فوالا دونك لهنايا نشوفوا كيفاش راهي الحاله اسكو حمارونا مزوج جوايه. فوالا خلوها تزيد شويه هاديه ما خلوهاش باش ما تقطعناش
زيدو نشوفوا هذه ما شاء الله، ونخلوها طيب بعقلها. فوالا دونك هنا ناخذوا هذوما نحيوهم، نروحوا نشوفوا لو غراتان تاعنا اللي طاب ما شاء الله، نروحوا نجبدوه نحيوه ونخليوه يرتاح باش نوروا لكم كيفاش يعني خرج لو روندي فينال تاعو ما شاء الله ما شاء الله. فوالا. الو الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. واش راك؟ ياك داير؟ امين ربي يحفظك. ياك داير؟ ربي يحفظك حتى ثاني. ربي يخليك ويسترك ان شاء الله. شكون معايا؟ لا ولا لا، هاي من مستغاليم. شكون معايا؟ من مستغاليم، من الصور، من مستغاليم. ربي يحفظك، واش راكم؟ الحمد لله. ربي يخليك. ايه مستغاليم، الله الله. كراك كراك داير؟ كراها امصامي صحاب النهار. ربي يحفظك، راه مسلمين عليك مستغانم. سلم سلم على ساميه، الله معاك. ساميه راهي معايا. ساميه داعي لي من ما خليهاش تهرب عليا كاع. ما شاء الله، ما الصواب الطب هذاك دير فيهم ما شاء الله. ربي يحفظك. ربي يحفظك. ربي يخلي لك وليداتك. ربي يحفظك ويصونك. ربي يخليك ان شاء الله. باغي ندير اهداء معليش. بيان سير، تفضل. يلا نسلم على لينو بو حريره. نعميه بن حريره تاع بوديمار وبن قاسم وجلول. ربي يحفظك ان شاء الله، وربي يصونك وان شاء الله يكون بلغ. نسلم عليهم وعلى امال. ربي يدير خدمه في البحر. ربي يحفظك ان شاء الله. تفني ربي يحفظك والله. لا المواصفات لك تجيهم ما شاء الله. ربي يخليك ليكم انتوما، هادو بيكم انتوما بيكم. الله يحفظك ويسلم على اصحاب النهار. هم مسلمين عليكم كاع اصحاب النهار. هم يقولوا لكم ربي يحفظكم ان شاء الله، وربي ان شاء الله يحفظكم ويصونكم. ابا وعندي غير شراقتي قاعد معاها هنايا مريضه، هي اللي باغي تهضر معاك. جوز بيان سير، جوز جوز. الو الو الو، السلام عليكم. سلام، واش راكي؟ لاباس. ربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله. امين. ربي يحفظك. كيفك انت؟ والله غير كي تكوني مليحه راني مليح. هاي صح يا وانت يا صح، كي تكوني مليحه انت انا راني هايل. امين. الو راني نسمع فيك. الو راني نسمع، راني نسمع. هذه الشيرة اختي قالت لك ربي يحفظك. ربي يحفظها لك ان شاء الله. شوف امين. انا غي انا وياها والله، لا غي انا وياها. ما الوالدين ما كاش غي انا وياها في الدار. مني مطيب كل شيء، غي انا وياها مسكينه مريضه. ايه تهلا فيها بصح. ربي يتهلا فيك، شعر ربي يخلي لك وليداتك و تهلا فيها. تهلا تهلا فيها والله يحفظك. الله يحفظك واياك، ربي يحفظك. تهلا فيها. امين امين. ربي يخليك ان شاء الله، وربي يسجيك ان شاء الله. ايا وصحه رمضانك. صحه رمضانك خويا العزيز، تهلا في روحك. امين امين امين. صحه رمضانك يسجيك ان شاء الله. بزاف بزاف. ربي يحفظك، ربي يسجيك ان شاء الله خويا. ربي يحفظك. يلا يحفظك. صحه وإياك وإياك، ربي يسجيك ان شاء الله وربي يحفظك. بارك الله فيك. امين. ربي يخليك ان شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. ربي ان شاء الله يخليكم ما بيناتكم ان شاء الله تتحبوا. نعم المحبه باش تشوفوا الناس كيفاش يعني. ما كاش كيفاش الانسان مليح كي يتحاب، الناس مليح كي تحاب بيناتها، ومليح كي تكون يعني شوفوا سبحان الله الخاوه بيناتهم ما شاء الله. كي حنا نشوفوا بليك الناس راهم مازالهم يتحبوا بيناتهم، نعرفوا بليك الجزائر مازالها بخير وعلى خير. ربي يحفظكم ان شاء الله. زيدوا نشوفوا لهنايا ما شاء الله، شوفوا كيفاش لو فلون باريزيان راهوك ما شاء الله. دائما نحكموا اون كويير هنا، سمحوا لي باسكو من قبل كنت نخدم دونك ما اكدتلكمش عليها. دونك توجور اون كويير لهنايا، وتبداو ترشوا فيها هكذا باش حتى طياب يدخل لداخل البوم دو تير تاعنا اللي راه هيك انا خادمينها هكذا. دونك توجور بهذا الشكل هذايا توجور. الو الو الو. وي السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راكي؟ كيف غايه؟ واش راه من استيارت؟ لاباس الحمد لله غايه. كاش تعام سيدي؟ كاش تعام؟ تعام بلغي نسلام عليك. ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يحفظهم. اي ناس تيارت، ناس ما شاء الله. الحمد لله. شاف راك غايه، راك مليح. ربي يحفظك والله. الحمد لله الحمد لله. يحجبوني الاطباق تاعك وخدمتهم صيتهم كاع، الله يبارك. ربي يخليك ان شاء الله، وربي يحفظك ان شاء الله، ومازال المزيد الله يا ربي. في رمضان غير جديد يخلي لك هذوك اليدين ان شاء الله، ويطول في عمرك. ربي يطول في عمرك، وربي يخلي لك اللي عزاز عليك ان شاء الله. والزوج تاعي ثاني راه نبلغ لك السلام، باسكو صيت اطباق من عندك ودرتهم له عجبوه، الله يبارك. ربي يحفظك ان شاء الله، وربي يحفظكم كاع ويخليكم لبعضاكم ما شاء الله عليكم. ربي يحفظكم ما شاء الله عليكم.
ربي يحفظكم ويسجيكم ان شاء الله. الله يحفظك يا شيف. هيا تهلا في روحك. الله يفي روحك بزاف بزاف. وبلغ سلام كاع قناه النهار صحه رمضان هم تصوموا بالصحه ان شاء الله. ربي يحفظك وانا نبلغ سلامي ليك وكل العائله تاعك الكبيره والصغيره. اللي فات ان شاء الله يدخل علينا بالصحه ويستر علينا وعليكم ان شاء الله. ربي يحفظك ربي يحفظك اختي باشا الله عليك ربي يحفظك. امين. الله يفي روحك صحه رمضانك ولا قدرنا حكمتينا بالرمضان. ما شاء الله ولا محكمتينا صحه رمضانكم وبلغي لي سلامي لكاع الناس ديالك قولي لهم قالكم الشاف نحبكم بزاف بزاف. ثاني احنا نحبوك. اتيالت فران داعين الحديد هادو كاع نموت عليهم. ثاني والله كاع هما كاع يبغوك وكاع يتبعوا الاطباق تاوعك. ربي يحفظك ربي يحفظك ويسجيك بارك الله فيك ربي يخليك. الله يفي روحك بزاف بزاف صحيتك. الله يفي روحك صحه. بارك الله فيك اختي. فوالا توجور بهذا الشكل هذا تبداو تخدموهم وديروا لهم باش شوفوا كي تكون طيب من تحت تبداو تبريباريو في الطهي تاعها من الفوق باش لا طومبيراتور ما تكونش مديكاليه بزاف دونك كي تفوتوا تقلبوها غير تحمر برك وتعاودوا تريكوبيريوها تجبدوها وتخلوها يعني تخدم بعقلها. نزيد نعطيكم حاجه واحده اخرى هذوما كيما راهم تقدروا تخدموهم في الفرن تحكموا مارغارين طارتينا دوبوها تبادي جونيهم شويه دخلوهم في الفرن يحمروا لكم ما شاء الله. دونك يقدروا يروحوا في المقله كوم يقدروا يروحوا في الفرن. سيوهم في الفرن على درجه 220 درجه دهنوهم من الفوق ومن التحت وخلوهم يطيبوا كيما نطيبوا البوراك في الفرن بلا ميم مانيير. فوالا انتوما يا ناس الخير فاصل ونواصل. فوالا هذوما الاطباق اللي خدمناها معكم اللي خدمنا ديك خوكات سو سورت دو بيني اللي درنا لهم لا فيون داشي الداخل وقليناهم هايلين ما شاء الله. تقدروا تعاودوهم في الدار تقدروا حتى تبريباريو صلصه الطماطم من الفوق وتحطوها من الفوق وديروها كمقبله اللي ما يحبش ياكلها هكذا ناشفه. درنا الكراتان نتاع الزروديه باللحم الدجاج المفروم ولا بيشاميل شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله. ودرنا لكم ان فلون باريزيان ولا ان فلون باتيسي اللي خدمناه بلا نوازيت خدمناه بالبندق سيوه هايل خاصه في ايام رمضان تحليه ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه اللي كنتوا اوفياء معنا في هذا البرنامج دائما طيب معنا على قناه النهار من الساعه 3 الى الساعه 4 مباشره. نعاود نبلغ الميساج اللي عطاته لي الام تاعي من تلمسان واللي قالت لخويا مصطفى عزوز اللي قاطن بامريكا بالولايات المتحده الامريكيه راهي ام تاعك تقول لك احبط نشوفك والام تاعك عزوز زهره اللي راهي مريضه زهور اللي راهي مريضه واللي راهي تقول لك حبط نشوفك يا لو كان يومين وعاود ولي خويا. حاجه ما تغلع الام حاجه ما تغلع الام. الناس راهم يسمعوا فيا هذا هو الميساج اللي راني راه حاب نبلغه لكم. حاجه ما تهون قدام الام. كل شيء يعني في الدنيا هذه ما يسواش فراك قدام الام اللي تنادي الابن تاعها وتقول له ارواح مصطفى خويا يا خويا ولا راك تسمع يعني لوجه الله احب تشوف الام تاعك باش ترتاح نفسيا باش تقدر تكون هي مفتاح النجاح تاعك خويا مصطفى. ربي يحفظك خويا مصطفى ان شاء الله اللي يعرفوا يبلغ له هاد الرساله هذه قاطن في امريكا حتى الناس اللي تقدر تبحث في التواصل الاجتماعي بالاسم هدايا تشوفوا لادراس لي زيتازيوني بعثوا له ولا ربما يكون فيها خير ان شاء الله يا رب العالمين. كل الناس اللي تفرجونا ربي يحفظكم كل الناس المرضى ربي يجيب لكم شفاء العاجل. الناس اللي راهي في الغربه ربي ان شاء الله يبعثكم سالمين غانمين الى وطنكم الام. وشوفوا الميساج اللي بعثته دوكا الناس اللي راهم في ديار الغربه ربي يجعلكم سالمين غانمين ودايين دعاوي الخير من عند والديكم. ما بقى لي غير نقول لكم حاجه ما تنسيش تدعي لنا بالخير. تحيه الجزائر سلام.